تصدق انه في عام 2012 تم العثور على جرة فخار عسل عمرها اكثر من 3000 عام لا وصالحة للاكل؟ زين شنو اللي يخلي العسل يبقى لاعوام طويلة دون ان يفسد؟ تركيبة العسل الكيميائية تحتوي على نسبة عالية من السكريات وخاصة الجلوكوز والفركتوز، وهذه السكريات تقلل من توافر الماء وتقلل من نمو البكتيريا والعفن. ويحتوي العسل على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات مثل الأنزيمات والأحماض العضوية اللي يمنع نمو البكتيريا الحية اللي تسبب عفن أو تلف للطعام. وتركيز السكر المرتفع يجفف البكتيريا ويمنعها من النمو أو التكاثر، مما يساعد على منع فساد العسل. ويتمتع العسل بخصائص حمضية طفيفة تساعد على حفظه ويمنع الحموض الضوئي نمو أي بكتيريا ضارة. وإذا حفظنا العسل بحاويات نظيفة يمكن أن يدوم صالح للأكل الآلاف السنين. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سورة النحل الآية 69. واني علي عبد الله ويلا دقيقة.